مش صعب المطرب يؤدي أغنية لمطربة أو العكس؟ لا هو مش صعب، بس هو الفكرة كلها فكرة الإحساس، بس إن أنت تأديها في الشكل اللي بيأديه المطرب نفسه. طب ألحان مين الغنوة دي؟ للأسف بليغ. إيه؟ بليغ. بليغ؟ آه متأكد؟ متأكد؟ أنا بكلم مؤمن. متأكدين هم اللي قالوا. أنا بكلم هو عارف إنها وردة يبقى بليغ. لا لا مش الموجي كل أغاني وردة. الموجي خليهم، وأظن مرسي جميل عزيز اللي كتب الكلام ده، خليهم يتأكدوا في الكنترول. آه خلينا نتأكد. بليغ حمدي؟ شور؟ خلاص هم متأكدين خلاص. هو بس محمد ما مش متأكد يعني. انا اللي مش متأكد. انت متأكد؟ هيبلغونا فوق في الكنترول هنعرف. هنعرف دلوقتي. طيب.